هذا هو في ماهوش اكزيستي من 1955، ماشي في المكان هذا كما كان يقول والد ربي يرحمه، كان اكزيستي قدام لا بولونجي باريزيان. الولد تاعي هذا الله يرحمه معروف كما يقولوا بالبشاشه تاعو، المعامله تاع الناس، الناس عندهم بزاف، كاين بزاف اللي عندهم ذكريات لهنا في المكان هذا، خصيصا في المكان هذا يعني عندهم ذكريات، كاين اللي عنده ذكريات تاع زواج، كاين اللي عنده ذكريات تاع كيفاش تعرف بمرته. كي كبرنا على كيما يقولوا على المهنه هذه، كبرت لقيت الولد تاعي كيما انا مع الولد تاعي عندي مده 25 سنه ولا 27 سنه عامل معاه دائما هنا، مش البارح ولا اليوم، وعندي خالتي واحد اخرين كي يكونوا في عطله ولا يكونوا مش خدامين يجوا يخدموا مهنه الورد هذه. كي حليت عينيا جور تربيت معاهم، دارنا راهي قريبه علينا، الحاجه الاولى لازم كل يوم نجي لعند بابا الله يرحمه الوالد نصبح عليه ونصبح الورد، لو كان ما نحبطوش لعنده الله يرحمه كان يزعف بزاف علينا. جر امنيته كان كملوا له المسيره، والحمد لله خلف رجال وخلف نساء اللي كملوا معاه في الامنيه تاعو. تاثرت بزاف في الموت تاع الوالد هنايا، ما يستاهل واحد أب تاعي ومعلم تاعي صاحبي في كلش، علمني كلش كيفاش نتعامل مع الورود، كيفاش نتعامل مع لي بلونت، كيفاش نتعامل مع الناس، كيفاش تكون ميتي هذا صعيب كما يقولوا هو صعيب، لازم من 5 تاع الصباح وانت واقفة. خلالي فارغ رهيب الوالد تاعي، أمنية تاعو ما يحبش المحل يتغلق. دائما يقولها في كلامه، يقول لك انا ماذا بيا يقعد حانوتي محلول ويقعدوا الناس الزبائن تاعي يقعدوا يجوا يضحكوا يحسوا روحهم دارهم. الناس بزاف بكاو والناس بزاف فرحوا بزاف كي حلينا، كل واحد يقول امنيتنا ما تتنغلقش، هذه راهي تقوشي في دار. الحمد لله كما يقول هذا الميتي هذا تعيشوا به يا ولادي، ما رايش راك تتغنى به تولي مرفه، مي تعيش به وتعيش به مسطور ودير به دار ودير به كذا. ان شاء الله نستحفظوا على الميتي هذا، و باذن الله يكون المكان جميل وزيد في الجماليه ان شاء الله، باش الوالد ان شاء الله يكون راضي عليا ويكون راضي علينا ان شاء الله.